أحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. أولغا في يومها الثالث تقطع الطرقات وراءها وثلوجها تلامس الساحل. لجنة الانتخابات تواصل المذاكرة في الوقت الضائع. وجنيف 2 بين واشنطن وموسكو والإبراهيمي بعد غد الجمعة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد ونيكول الحجل. مساء الخير. أولغا ميخائيل بوغدانوف ويليام بيرنز الأخضر الإبراهيمي أسماء تختصر أحداث اليوم. أولغا هو اسم العاصفة الروسية التي تضرب المنطقة من لبنان إلى الأردن، وفي يومها الثالث الذي لم يكن الثابت واصلت الزحف بالثلج نحو الساحل وقد تبلغه في اليوم الرابع غدا. أولغا بأمطارها وثلوجها لم يقف في وجهها شيء حتى الآن. صحيح أنها لم تكن مباغتة لكنها فاجأت المسؤولين. ومن عاصفة أولغا إلى عاصفة الثلاثي ميخائيل بوغدانوف وويليام بيرنز والأخضر الإبراهيمي بعد غد الجمعة. بوغدانوف وهو نائب وزير الخارجية الروسي وبيرنز وهو وكيل الخارجية الأمريكية والإبراهيمي الغني عن التعريف سيجتمعون في جنيف لبحث الملف السوري. وقبل 48 ساعة من الاجتماع ظهر تباين بين موسكو والإبراهيمي حول قراءة الخطاب الأخير للرئيس الأسد. ففيما أعلنت موسكو أنه بالإمكان أخذ بعض الأفكار التي جاءت في الخطاب، قال الأخضر الإبراهيمي إن الخطاب كان تكرارا لمبادرات سابقة باءت بالفشل. وكان لافتا صفقة تبادل الأسرى بين المعارضة السورية وسوريا بحيث أطلقت المعارضة 48 إيرانيا في مقابل إطلاق النظام السوري 2130 سجينا. في الأحداث اللبنانية برز اليوم حدث لليوم الثاني وهو اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات النيابية وجلسة مجلس الوزراء العادية. اجتماع اللجنة النيابية تابع درس مشاريع القوانين على أن يعقد جلسة أخرى غدا. وفي جلسة مجلس الوزراء موقف للرئيس نجيب ميقاتي أعلن فيه أن الانتخابات النيابية ثابتة في موعدها فيما قانون الانتخاب هو المتحرك، ولم يفت مجلس الوزراء أن يخصص 3 مليارات ليرة ستستعمل للمتضررين من العاصفة والمتضررين من انفجار الأشرفي وأحداث باب التباني.